السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومشاهدي قناة أبو زياد للصيانة، أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة معانا جميع أكواد أعطال الغسالات الأوتوماتيك جميعا، وجميع أعطال الثلاجات والتست مود وجميع طرق الإصلاح. لو ظهر لحضرتك أي عيب في أي جهاز دي، إن شاء الله النهاردة معانا جميع الأكواد دي، الغسالات الإيرستو حضراتكم. لو في أي مشكلة أو أي كود أو دون أورر ضرر يعني ظهر لحضراتكم، بتبتدي تمشي عن طريق الأكواد ديت وبتعرف المشكلة فين. طيب إحنا حضراتكم بالنسبة برضو لموضوع التيست مود، اللي لسه مشترك جديد في القناة، يعني إيه تيست مود؟ هنقول لحضراتكم، هنشرح لحضراتكم يعني إيه ريستارت الغسالة أو تيست مود. طبعا دي كده مجموعه الاعطال بتاعت الغسالات. الاول البيكو، طبعا احنا قلنا الاريستون في الاول، ودي بعد كده الموديل اللي هو البيكو. ان شاء الله تواصلوا معانا ان شاء الله لغايه نهايه الفيديو. طبعا في نهايه الفيديو في بقى جميع الاكواد بتاعت الثلاجات، بحيث ان في اكواد طبعا ظاهره جديده حديثه لسه نازله، فان شاء الله نبقى ننزلها لحضراتكم، فتابعونا ان شاء الله لنهايه الفيديو. بداية يا جماعة، التيست مود بالنسبة للغسالات ده بيبقى عبارة عن ضبط المصنع. لو ظهر مشكلة عندك أو خطأ ومش عارف تحله، انا منزل لحضراتكم جميع انواع التست مود. لو انت جديد في القناه هحطها لكم في وصف القناه، علشان لو حبيت ظهر معاك عطل ومش عايز يتفك الشفره بتاعته او مش عاوز يطلع العيب من الجهاز، بتبتدي عن طريق الايه السوفت بتاعه او التست بتاعه، بتحدد العطل او المشكله اللي بتظهر لحضراتكم. يعني انت لو ظهر عندك اي مشكله وبتعرف انت عن طريق البرنامج اللي انا بنزله لحضرتك ده كده بتعرف المشكله فين. طيب تتوصلت للمشكله وحلتها في مجموعه اعطال، طبعا دي بيبقى بيلزم لها تيست مود. طبعا التيست مود دوت طبعا انا منزله كل غساله منزلها لحضراتكم، ومنزل التيست مود بتاعها زي ما بقول لحضراتكم، هسيبه لكم ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو دوت. تخش على عليه ان شاء الله هتلاقي جميع الايه التيست مود بالنسبه للغسالات. طيب بالنسبه للاعطال يا جماعه، طبعا حضراتكم دي طبعا نزلت انا برضو لحضراتكم جميع قبل كده جميع الاعطال الخاصه بجميع الغسالات، بس دي طبعا الايه الحاجه اللي نازله حديثه اخر تحديث ان شاء الله. ولو في اي حد بيظهر عنده اي كود ان شاء الله هيلاقيه موجود هنا، لو ما كانش موجود في البرنامج اللي فات هيلاقيه موجود ان شاء الله على البرنامج ده، لان دوت متخصص في جميع الايه المشاكل وجميع الاعطال بجميع الغسالات. يعني لو عند حضرتك جهاز ومش قادر تحل المشكله، هتخش ان شاء الله على الايه على البرنامج وتعرف المشكله فين وتحدد عن طريقها المشكله فين. طيب انت ظهر عند حضرتك الاكواد، ظهر عند حضرتك اهي، يعني انا بامر اللي انا تعبت جدا عشان انزل لكم الحاجات دي، زي ما انا بتعب وبجيب لكم المعلومه بما يرضي الله، محتاج ان حضراتكم ان انتوا تتفاعلوا مع القناه وتدوسوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. بسم الله نبتدي على بركة بسم الله. ده دليل الأخطاء أهو بتاع الغسالات اللي هي الموديلات الحديثة كلها، اللي هي من أول الإيرستون، ال جي، السامسونج، طبعا في منها الفوق أوتوماتيك والأوتوماتيك الكامل. طبعا بنبتدي برضو نخش على كل غسالة بكل أكوادها. بنخلص الغسالة بنخش على الجهاز اللي بعدها أو الغسالة اللي بعدها، بتظهر معاكم مجموعه الاكواد كده، بتعرف ان المشكله فين عن طريق الايه الحل بتاعها اللي انا بنزله لك ده، وبقدر اسهل على حضرتك سواء فني او عميل انك بتعرف المشكله فين، علشان ما تلفش على المشكله وتدور وتدوخ. لا، انا بنزلها لحضرتك علشان انت تعرف المشكله وتبتدي عن طريقها تعرف حل المشكله بتاعك، بدل ما لو مثلا عندك مثلا جهاز ومش مش عارف توصل له الحل، او مش عارف توصل له للمشكله او حلها او طريقه الاصلاح بتاعتها. ده يا حضراتكم اهو بنزله لحضراتكم في كل ما هو جديد. دي طبعا الغسالات الشرب. لو ظهر معاك عطل اي 1 ده مشكله في الطرد، اي 21 باب غير محكم، اي 32 مشكله في الطرد، اي 23 باب غير محكم، اي 31 عدم اتزان، اي 02 ده مشكله في الصمام، اي 04 ده مشكله في زياده منسوب الماء، اف اي 05 ده مشكله في السنسور. طبعا اي 09 ده الكارته، اي 01 ده لوك، ده اي 9 ده نقص في مستوى الميه، اي 95 ده مشكله في الميزان، اي 00 الكارته تحتاج برمجه. البرمجه ديت اللي هو قلتها لحضراتكم قبل كده، اللي هي التيست مود، برضه انا منزلها لحضراتكم. تمام. طيب اللي عندك العطل بالنسبه للاي 17 ده عطل في التاكو، اي اي ده عطل في دايره الباور في الكارته، اي ال ده مشكله ماس كهربائي، ظهرت معاك حرف الاي او الاف ده مشكله في الطرد ومشكله في الحموله الزياده، اي 7 سالب 1 مشكله في الموتور، اي 7 سالب 2 مشكله في البورده، اي 7 سالب 3 ده مشكله في الوصلات، اي 7 سالب 4 ده مشكله عطل واحد، اي 1 ده مشكله في الطرد،
اي تي 21 زي ما بقول لحضراتكم، ده مشكلة في الباب. يبقى انا زي ما بقول لحضراتكم البرنامج ده سهل جدا 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 وبسيط، هتحفظ حضرتك الفيديو دوت عندك وتبتدي عن طريقه. لو انت مش عارف تحمل البرنامج او مش عارف توصل للاكواد، بتعمل على طول سكرين شورت يعني على الحروف اللي انا بنزلها او الكلمات اللي بتنزل ديت على حسب الايه العطل اللي انت عايزه، بتخليه عندك بتحفظها على جهازك علشان بتنفعك لو انت فني مبتدئ او انت فني مش عندك البرنامج ده. الاعطال دي بتريحك جامد جامد وبتخليك ان انت يعني ما تخشش في المتاهات وتبتدي تصلح العطل بكل بساطة وبكل اريحية زي ما موجود لحضراتكم اهو. احنا كده لسه وصلنا كده لنص البرنامج، نص الاعطال بتاعت الغسالات. في طبعا الجزء الثاني اللي هو برضه زي ما بقول لحضراتكم خاص بالثلاجات وخاص بالتكييفات. دي طبعا اعطال الغساله الويرلي بول حرف اف اف اتش، ده مشكله في سحب المياه. اف 02 مشكله في الطرد. اف 05 ده مشكله في التسخين. اف 06 مشكله في الموتور. اف 07 ده شورت في دايره الموتور او الموتور نفسه. اف 09 ده مشكله الميه مرتفعه. اف 13 ده مشكله في التوصيلات. اف 15 ده عطل له اسباب كتيره، ارجع للضفيره وبين الموتور والكارتة او دايره الموتور او الضفيره عامه. يعني اس يو دي ده مشكله رغوه، اي حاجه فيها اس ده بتبقى مشكله في الرغوه. اف دي ال ده مشكله في لوك الباب. عندك حرف الار ال في اشياء غريبه في الحله. عندك بعد كده اي 2 مشكله في اللوك او الباب. اي 7 مشكله في الموتور. اي 1 مشكله في الموتور. اي 8 ده سحب المياه ضعيف. ال او اف ال ده مشكله في سحب المياه. عندك بعد كده مشاكل الغسالات الزانوسي. سي اي دوت ده درج المسحوق في خلل. 3 تمانيات ظهر معاك الكود 3 تمانيات، ده يظهر لفتره صغيره وليس خطا، ده عادي. عندك سي 1 ده مشكله في ملء الميه. سي 10 مشكله برضو في المياه ضعيفه. سي 2 دوت مشكله في الترومبه. اي 20 ده ترومبه الطرد. اي اف 3 ده تسريب ميه او عدم صرف. اف 3 ده مشكله التسريب. سي 3 ده تسريب ميه او عدم طرد، وهكذا. حضراتكم بقى اسيبكم بقى ان شاء الله، وطبعا اسيبكم مع الفيديو زي ما بقول لحضراتكم. لو انت لسه مشترك في الجديد في القناه، فعل زر الجرس واشترك في القناه علشان يوصل لك كل ما هو جديد. وطبعا لو اي حد محتاج اي حاجه يسيب لي ان شاء الله في التعليقات وهرد عليه باذن الله. وطبعا لو انا في حاجه ما ردتش عليها ده بيبقى خارج عن ارادتي يا جماعه طبعا، وسامحوني والتمثيل العذر. اما بالنسبه اللي في غسالات يا جماعه، طبعا مش كل في حاجات بتبقى مش ملهاش ماركه او ماركتها ماركه غريبه كده، فطبعا اللي بيسال على الحاجه ديت ما بتبقاش ليها اعطال عندي او موجود او عامه في العموم ما بيبقى لهاش اعطال. يعني في غسالات كده غريبه كده بسمع عنها. طبعا الغسالات ديت يا جماعه انا لو موجوده عندي والله انا كنتش بخلت على حضراتكم ونزلتها ليكم. بس اللي مش عارف اجاوبه على اي حاجه ده يعرف ان البرنامج الغساله اللي عنده ديت نوعها غريب او مش موجوده عامه متداوله عندنا في السوق بتاعنا، سواء السوق المصري او السوق الاوروبي بتاعنا او سواء السوق الايه الشرق الاوسط بالنسبه للوطن العربي او اي حاجه من هذا القبيل. كده احنا اعتبر خلصنا كده مجموعة الايه الغسالة او الشرح بالنسبة لجميع الموديلات بتاعت الغسالات. هنبتدي لحضراتكم دي اعطال الغسالات الوايت ويل الموديل 12600. ده كده جدول اعطال تكييفات يونيور اير. لو ظهر معاك مشكلة اي 1 اي 2 اي 3 المشكلة والسبب العطل عندك اهوت، والحل وحل وطريقة الايه طريقة الإصلاح. ده بالنسبة لإيه للتكييفات لينون إير. دي غسالات فريش فوق أوتوماتيك يا جماعة، الأعطال بتاعتها من أول إي 1 لحد إي 5. بتختار أنت لو ظهرت معاك أي مشكلة بتبتدي إن أنت تحلها عن طريق الإيه الأعطال اللي موجودة لحضراتكم دي. عندنا أعطال التلاجات اليونيون إير الديجيتال، إي 1 ده عطل حساس، إي 2 برضه عطل حساس اللي هو الأسود الخاص بالكويل، إي 2 حساس ابيض الخاص بالفصل موجود بالوش المبخر بالفريزر، اي 3 ده عطل حساس، اي 9 ده عطل خاص بتفرت الشاشه، وطريقه العمل التيست مود برضو موجوده هسيبها لحضراتكم. دي بالنسبه للاخطاء الشائعه يعني الشائعه بالنسبه للاعطال بتاعت دايره الثلاجات. لو ظهرت معاك نفس الاعطال دي تعرف ان انت عندك مشكله في حاجه من اللي موجوده من الاعطال او الاكواد دي.
عندنا ديت كده اعطال الغسالات الهوفر، ودي ان شاء الله هتبقى اخر حاجه معانا ان شاء الله النهارده، تمام. وهنزل برضو لحضراتكم حاجات تانية ان شاء الله، حاجات هتفيدكم جدا جدا وهتنفعكم برضو كسواء كفنيين او عملاء، ان شاء الله هنزلها لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، تمام. في حاجه مجمعه برضو جميله يعني برضو تحفظوها عند حضراتكم، خاصه بالاعطال المانوال اللي هي يعني مثلا انت عندك جهاز، تمام، هشرحها لكم برضو طبعا في فيديو تاني افضل، تمام، عشان ان شاء الله الفيديو دوت احنا خلاص قربنا على النهايه، فان شاء الله اشرحها لكم تاني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، عشان خاطر حضراتكم تبقوا يعني ايه متابعين القناه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.